بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم. معلومه بسيطه وقد يتبادر الى ذهنك ان صوره غلاف هذا الفيديو هو عاجل وخطير جدا لجذب الانتباه او لزياده المشاهدات، ولكن صدقني ان هذا الفيديو لابد انك تشاهده حتى النهايه، لان الامر متعلق بصحتك وصحه اولادك، وبالتاكيد ليس هناك اغلى من الصحه وليس هناك اغلى من الاطفال في دراسة خطيرة جدا عن استخدام المحمول او التليفون او الهاتف الخلوي اثناء وجودك في الحمام. معانا حتى النهاية لنرى مدى هذه الخطورة وكيفية التغلب او التقليل من خطورة هذه العادة السيئة التي عند بعض الناس. ما تنساش اذا كنت اول مرة تشاهدنا الاشتراك ولايك شير، ونبدأ موضوعنا لانه فعلا عاجل وخطير. والمعروف ان اكثر من 90% من سكان العالم الان يمتلكون هاتفا محمول ولا يستطيع الكثير التخلي عنه، ولكن هناك استطلاع جرى عام 2019 في المملكة العربية المتحدة بريطانيا، يستخدمون هواتفهم المحمولة في المرحاض اي في الحمام، و بعد هذا يعطون لأطفالهم ليلعبوا بهذه الهواتف ثم يأكلون ويشربون، وهذه الأسطح ملوثة بالكثير من الأمراض والجراثيم والفيروسات. الدراسة التي أجريت حول الاستعمار الميكروبيولوجي للهواتف المحمولة أنه يمكن تلوثها بأنواع مختلفة من البكتيريا المسببة للأمراض. إيه هي هذه البكتيريا المسببة؟ أول هذه البكتيريا هي البكتيريا الشريكية القولونية المسببة للإسهال. ربما يأتي إسهال كثير لأطفالك وأنت لا تدري ما السبب، والتي والمقورات العنقودية والتي تصيب أيضا الجلد، والبكتيريا الشعاعية التي يمكن أن تسبب السل، الدفتيريا، البكتيريا أيضا عثر على الهواتف المحمولة على بكتيريا الكليبسيلا والزائف، وأيضا البكتيريا المسببة للأمراض المضادات الحيوية بتكون مقاومة، هذه البكتيريا مقاومة للأمراض المضادات الحيوية. وأيضا وجدت الأبحاث أنه حتى إذا قمت بتنظيف الهاتف بمناديل مبللة بمادة للبكتيريا فإنها لا تستطيع القضاء على هذه المستعمرات من البكتيريا. وأيضا المعروف أن الهواتف المحمولة تحتوي على بلاستيك، وهذا البلاستيك أو المادة البلاستيكية بتأوي وبتنقل الفيروسات التي لا يمكن أن يعيش بعضها، فيروسات الزكام الشائعة على الأسطح البلاستيكية الصلبة لمدة تصل إلى أسبوع التي يمكن أن يعيش. يعني هذه الأسطح البلاستيكية فيروس الزكام يستطيع أن هو يعيش على هذه المواد لمدة أسبوع. وأيضا تستمر فيروسات كورونا المعروفة بكوفيد 19، وهذه الميكروبات أيضا شديدة العدوى يمكن أن تصاب الأطفال والرضع، والإنفلونزا والنوروفيروس التي يمكن أن تصاب، التهابات في الجهاز التنفسي والأمعاء بشكل قابل للعدوى، ونحن لا ندري ما هو السبب، والسبب هو التليفونات المحمولة التي تدخل معك في وتتلوث ثم تعطي هذه التليفونات إلى أطفالك ليلهوا بها، وخاصة عند النساء عندما يبكي الطفل أقرب حاجة أنها بتشغل المحمول على ألعاب أو غنوة أو فيروس أو أي ألعاب، وتدي المحمول بسهولة جدا لطفلها يلهو بهذا حتى يتم سكوت البكاء عنه، وهي مادة خطيرة. بتوصي لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بالتطهير اليومي لهاتفك والأجهزة الأخرى لأسباب ليس أقلها، ما زلنا في مواجهة على الأقل نواجه ما زلنا في فيروس كورونا، ويمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة لعدة أيام على الأسطح البلاستيكية الصلبة اللي هو فيروس كورونا، هذا شيء خطير جدا. أيضا تنصح هذه الدراسة واللجنة باستخدام مناديل وبخاخات بتحتوي على كحول 70% من الكحول على الأقل لتطهير أغلفة الهواتف وشاشات اللمس اللي هي الأندرويد والآيباد وغيرها، وأيضا لابد من قيام ذلك يوميا.
وأيضا بتتجنب أنك ترش هذه على فتحات التليفونات حتى لا يتسبب ذلك في طبعا تلف الهواتف أو حدوث أعطال فيها. يحذر الخبراء من استخدام مواد التبييض والمنظفات القاشطة، ولابد من غسل اليدين جيدا بعد الانتهاء من التنظيف. هناك أشياء أخرى أيضا يمكن القيام بها لتجنب أن يصبح هاتفك مصدر للفيروسات، مثل عدم مشاركة هاتفك مع الآخرين. لابد إن احنا نتخلى عن إن هاتفك يمسكه شخص آخر، وخاصة الأطفال في المنزل. طيب ده بالنسبة للأطفال. طيب ما هي خطورة بقى استخدام الهاتف المحمول على الإنسان اللي بيستخدمه فعلا؟ طبعا وجود الهاتف المحمول معك في الحمام بيجعلك تاخد وقت أقصر، لأنك بتتلهى أو بتنشغل بما هو موجود على الهاتف. فأظهرت دراسة حديثة أن الهواتف أيضا إلى جانب كثرة الجلوس في الحمام بتكون عرضة أكثر للتلوث، هناك فرصة للإصابة بالبواسير. ليه؟ لأنك بتاخد فترة أطول جدا بتضغط على أعصابك وعلى أعضائك أثناء الجلوس، وخاصة في الجلوس في الحمامات الإفرنج أو قاعدة الحمامة الإفرنج، فده شيء خطير جدا. أيضا يمكن أن يسبب خلل في وظيفة قاع الحوض للإنسان، فهذه الأشياء لابد أنك تتجنبها فعلا. فالموضوع ليس بالسهولة، ولكل استخدام تكنولوجي حديث أضراره، ولكن هذا الضرر هو فعلا خطير جدا، لأنه بيصيب الأطفال وبيصيب صحتنا. ونتمنى للجميع الصحة والعافية والسعادة، وأتمنى أنك تكون عملت لنا لايك شير وبهذه المعلومة البسيطة والهامة والخطيرة. شكرا، وإلى أن ألقاك في فيديو آخر ومعلومة أخرى تهم حياتنا بالتأكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.